نجي نكمل السيل انكلوجن، محاضرة السيل انكلوجن. هسه اول اخذنا اول شيء الميلانين، نجي النوع الثاني هو الهيمينسيدرين. زين، النوع الاخر من الاندوجينيوس ماتيريال الموجودة داخل الخلايا هو الهيمينسيدرين. they are a yellow brown iron containing pigments that results from breakdown of hemoglobin present in the red blood cells. الفاجوسايتك سيلز اوف ذا ليفر بون مارو اند سبلين نورمال كونتين ذيس تايب اوف بيجمنتس. اذا هذه البيجمنتس تجي منين؟ هي لونها طبعا اصفر بيجي، هذا اللون مالتها، هاي الجزيئات او المواد داخل الخليه تجي من تكسير الهيموغلوبين، جزيئات الهيموغلوبين الموجوده وين؟ بالار بي سي. من تتكسر راح تتكسر جزيئات البروب الهيموغلوبين عفوا. فالخلايا الالتهامية الفاجوسايتك سيلز موجودة بالليفر، الموجودة بالبون مارو الكبد، البون مارو نخاع العظم، والسبلين الطحال، عادة تحتوي على هذا النوع من الصبغات. ليبوفيوجين العفو ليبوفيوزين pigments are found in many cells throughout the body, especially in the tissue of older individuals, sometimes called wear and tear pigments. Lipofuscin pigment is light brown in color and represents the end product of lysosome activity. إذا هذا النوع من الصبغات توجد في عدد من الخلايا الجسم، وخصوصا بالأنسجة أو يعني الأشخاص اللي هم كبار بالسن أو متقدمين بالعمر. هذه الليبوفيوزين بيجمنت هي راح تكون تقريبا خلينا نقول لايت براون، يعني خلينا نقول جوزي فاتح باللون مالتها، وتمثل نهاية اللايسوسومال اكتيفيتي. يعني أنا قلت لكم مسبقا، قلت لكم إنه اللايسوسوم يسوي ريزيدال بادي فتنشمر على صفحة بالخلية تبقى. زين، تراكم هذا الريزيدال بادي راح تكوي لي الليبوفيوسين. هذه هنا تشوفون هاي النيرف سيل، هذه تحتوي على الليبوفيوسين، هاي الحبيبات شوفوها. هسه نجي على الهيموغلوبين and myoglobin. They are responsible for the red color of blood and muscular tissue. تعرفون الهيموغلوبين والمايوغلوبين جزيئات بروتينية تحتوي على الحديد وتعطي الصبغة الحمراء للدم والأنسجة العضلية. الليبوكروم yellow pigments which belong to group of carotene. They are responsible for the color of fat tissue, adrenal gland, and corpus luteum. الليبوكروم هو صبغة صفراء، زين، تعود إلى مجموعة من الكاروتين، صبغات الكاروتين، وهي مسؤولة عن إعطاء اللون، خلينا نقول اللون الأصفر للأنسجة الدهنية، وكذلك الأدرينال جلاند الغدة الأدرينالية، وكذلك الكوربس لوتم الجسم الأصفر اللي هو الموجود بالأوفري بالمبيض بالنسبة للإناث. زين، الجسم الأصفر بعد انطلاق البيضة راح يتحول مكانها إلى الجسم الأصفر وبعدين يتحول إلى الجسم الأبيض، فالكوربس لوتم هو الجسم الأصفر. نجي على الإكسوجينيوس بيجمنتس، الكاروتين بيجمنتس، صبغات الكاروتين هي which are present in vegetable as carrot and tomatoes. Some overweight women may eat large amount of carrot for doing a regime. Their skin may become yellowish in color and the condition is called carotenemia. This coloration is due to the deposition of carotene pigments in connective tissue cell of their skin. إذا صبغات الكاروتين هي موجودة بالخضار اللي هي الجزر والطماطة، فدائما تشوفون جماعة اللي يسوون رجيم زين راح يكون الجلد مالتهم أو لونهم أصفر نتيجة شنو؟ نتيجة أخذ أو أكل التهام أو نقول التغذية مالتهم راح تعتمد على الدايت، يسوون حمية غذائية فياكلون كميات من الكاروتين، الأغذية اللي تحتوي على الكاروتين فتعطيهم هاي الصبغة بالجلد مالتهم. الدست بيجمنتس الغبار، they are small particles of dust may enter the body through the respiratory system that precipitate in the cells of the lung causing a black pigmentation. طبعا جزيئات صغيرة تدخل إلى الجسم عن طريق الجهاز التنفسي تترسب بخلايا الرئة وتسبب البقع، يعني فد بقع سوداء
بالرئة. المينيرالز some minerals as silver and lead may enter the body through the skin, also through digestive system or respiratory system. They may enter the vital cells and may cause silver or lead poisoning. المعادن بعض المعادن مثل الفضة والرصاص تدخل للجسم يا أما يعني خلال الناس اللي يتعاملون وظائفهم أو مهنهم يتعاملون مع هاي المعادن تدخل عن طريق السكين الجلد أو الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي بسبب تسمم بالرصاص أو السيلفر الفضة. التاتو ماركرز some men draw on their skin of other certain tattoo markers. They introduce color to the skin by needle pricks. The introduced pigments are taken by the phagocytic cell of the skin and cause permanent colored marks on skin. إذا التاتو تعرفوا هذا التاتو يعني هاي الرسوم اللي يرسموها بعض الناس أو بعض الرجال يرسمون هذه الرسومات على الجلد. زين نسميها بالتاتو احنا هي عبارة عن صبغات يستخدموها وطريقتها انه يدخلون هذه الالوان الى الجلد عن طريق النيدل بريكس يعني وغزات النيدل وغزات بالابرة على الجلد ويدخلون هاي الصبغات الى داخل الجسم. الفاجوساتيك سيل راح تاخذ هذه الصبغات راح تعطيني هذا الكلرز اللي توجد على السكن. ايضا هي نوع من الاكزوجينيوس ماتيريال. النوع الاخير هو الكريستالز some minerals as calcium والفوسفورس والزنك والمغنيسيوم والكوبر are present in some cells. اذا بعض الاملاح اللي هي كالسيوم والفوسفور والزنك والمغنيسيوم والنحاس توجد في بعض انواع الخلايا على شكل شنو كريستالز. والى هنا تنتهي المحاضره.